والله بسم الله الحمد لله مرحبا بكم في فيديو 88 فلاشين ذاكره فورماسيون معكم بعلام. اليوم ان شاء الله نبداو موضوع هايل، موضوع جديد اللي هو ليزينرجي رونوفل، الطاقات المتجدده. كثير منا يسمع بزاف بالكلمه هذه ليزينرجي رونوفل، بلا شعل تلفزيون يهضروا على ليزينرجي رونوفل، بلا دخل سير انترنت يسمع ليزينرجي رونوفل، اذا عنده خوه يقرا في اليونيفرسيتي ولا يلقاه يحكي دارو سبيساليتي، كاينين سبيساليتي في الجامعه وكاين ايكول جديد في باتنا، ايكول كامل على ليزينرجي رونوفل. الدنيا قاع تحكي على ليزينرجي رونوفل، وكثير كثير 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 منا ما هوش فاهم الاهميه تاع ليزينرجي رونوفل في الحياه تاعنا، وما يعرفش باللي الحكايه هذه تاع ليزينرجي رونوفل حكايه قديمه، ما بداتش اليوم، حكايه بدات قبل ما تخلق لينرجي الكتريك. بدي كي نحكوا على لينرجي رونوفل، ليزينرجي رونوفل رانا نحكوا على ليزينرجي اللي اكسبلواتاهم الانسان قبل ما يكسبلواتا الانرجي الكتريك. فهاد الفيديو هدايا ان شاء الله معمر بمعلومات مفيده، معلومات هايلين ما راح تلقاهم في حتى قناه. تبع معايا حتى الاخر هاد الفيديو ان شاء الله. دونك نبداو بسم الله باش نفهموا، باش يبان لنا الاهميه تاع هاد ليزينرجي رونوفلابل. لازم نقول لك ايماجيني روحك يا خويا في بلاصه ايزولي، بلاصه منطقه بعيده هكذا في الجبل، ولا راك في الصحراء، ولا كاين دار انت راك ساكن في دار هكذا، اوتوماتيكمون بلا ما نقول لك راح تسحق لي كليراج، راح تسحق كليماتيزور، تسحق ماشينا لافي، تسحق الانرجي اللي قلت لك هذا. انت اوتونك بيرسون، انت يا بنادم هكذا تسحق في الدار هذا. ما نحكيش على انسان اللي راه عنده زراعه، عنده لاغريكولتور، كاين الناس عندهم بتيت اندستري، عنده اتيلي، عندو ميتال اتيلي، يسحق انرجي الكتريك، باسكو هاد الفلاح هذايا اوتوماتيكمون يسحق، يدير فوراج، يدير فيه لازم له ان بومبي مرجي باش يبومبي الماء، دونك يسحق هكذا. دونك وشنو هو الحل هنا؟ وشنو هو الحل الا ما كانش عنده الريزو، ما كانش ريزو الكتريك هكذا؟ دونك اسهل حل هو الجروب الكتروجين، ولا بويسونس على حسب لي بيزوان تاعنا، على حسب لي بيزوان تاعنا هكذا نخيرو لا بويسونس على اسمو. حل اسهل، هذا اسهلهم على لان تمدلو الكاربيرون يعطي لك انرجي الكتريك، وعندك منين داك دير لو مينتونس. ولكن ما تنساش هنا هاد انا واش قلت لك راك في بلاصه ايزولي هكذا، هنا راك في بلاصه ايزولي، ماهيش حكايه تاع راح تمشي 2 كيلومتر باش تلقى الكاربيرون هذايا المازوت، ولا لازم له عندي بلاصمون هكذا شقوه باش تروح تجيب الكاربيرون هذا وتجي، راهي شقوه الا دير ريزيرف يعني كيما دير تحصل. وهذا بلا ما تنسى بلي هذا الكاربيرون هذايا رايح تخلصو اوتوماتيك مو بدير لينرجي، هذيك لينرجي الكتريك راح توري لك مدفوعه دراهم تاع الغازوال هذا، ولا ليسونس، ولونتروتيان تاع الجروب، والمشاكل هذوما. في دير كاين عندنا مشكل تاع الكونتر تاع الدراهم هكذا، وما تنساش ثاني الجروب اولها الجروب لازمك تشريه. في دير كاين عده مشاكل صح. بور دوك فهمنا باللي باش نخدم بالجروب الكتروجين في منطقه ايزولي صعيب بزاف، تقريبا مستحيل هكذا، سورتو الا كان وين نروح نجيب الغازوال بعيد بزاف، ف صعيب بزاف، وتكلفه تاعو كبيره بزاف هكذا. ف بديت تشوف الاهميه تاع الطاقه، الاهميه رونوفلا ولا ماشي رونوفلا هكذا، جد مهمه الطاقه هكذا. كاين ناس واش يقول لك؟ قال لك يا خويا كاين منطقة من المناطق فيها الريح بزاف، والريح هذايا الريح هذاك يضرب هذاك طاقة هكذا. كاين منطقة أخرى فيها الشمس،
هكذا قريب عام كامل فيها الشمس، كاين منطقه واحده اخرى فيها قريبه من البحر هكذا، والبحر كنقول البحر كاين الناس اللي قرب ليهم بعض البلدان قريب ليهم لوسيون المحيط هكذا، والمحيط هكذا كاين الناس قدامه وين ريفيير واد الماء يمشي فيه، كاين كل واحد وش هكذا. قال لك نسيو نستثمروا في هاد الطاقات هادوما ونرجعوهم انرجي الكتريك صح. هادي بالعربي يقولها الطاحونه هكذا، مولا افون، وكاين بالوسم وكاين بالاو هكذا، هادي قبل ما تخلق الانرجي الكتريك هكذا بالريح يدوروا هاد لي زيليس هادوما يدوروا هكذا، والداخل كاين طاحونه تاع القمح ولا تاع هكذا تاع هادي قبل ما تخلق الانرجي الكتريك هادي. كانوا تاني يستعملوا كي تكون كاين اون ريفيير ولا يستعملوا هكذا باش يديروا بومباج او، باسكو ما كاش بون لا بومبي الكتريك، ولا يستعملوا هكذا البومباج تاع الماء. فكاين عدة استخدامات تاع الطاقات هذوما، الطاقات المتجددة، الطاقات الخضراء. سي بور سا رجعت اليوم الباك جراوند هذا رجعته فير. دونك الى حبينا نفهموا البرانسيب وهذا جد مهم، هذا جد مهم، تبع لي زينرجي رينوفلا، فهمنا باللي هي طاقة تاع الشمس، طاقة تاع الريح، طاقة تاع لافاك تاع البحر، طاقات في لاناتور في الطبيعه ربي عطاهم منا هكذا. واش نديرو حنايا باش نفهمو حاجه؟ لي فيزيسيان يقول لك الطاقه ما تقدر ني تكرييها ني يعني تخسرها تكسرها هكذا، ني تخلقها ني تكسرها، ولكن الطاقه تقدر تترانسفورمي. هذا مبدا عند لي فيزيسيان، هذا يعني حاجه بديهيه عند لي فيزيسيان، فيدير طاقه تاع الريح نقدر نترانسفورميها لواش طاقه واحده اخرى. لي زينرجي رينوفلابل هادوما نقدر نرجعوهم انرجي ميكانيك، نقدر نرجعوهم انرجي تيرميك، نقدر نرجعوهم انرجي الكتريك، نقدر نرجعوهم بزاف لي فورم تاع لي زينرجي. حنايا ما يهموناش، اللي يهمنا هي كيفاش نحول، باسكو حنا دي زيلكتروتيكنيسيان، دونك كيفاش نحول لي زيلكترو لي زينرجي رينوفلابل، كيفاش نحولهم لانرجي الكتريك. هذه اللي تهمنا بزاف، هذه اللي تهمنا كيفاش نحول طاقات متجدده الى طاقه كهربائيه، هذا الشيء اللي يهمنا. حنا الا قلنا طاقه كهربائيه عندنا عندنا زوج انواع تاع الطاقه، تاع الانرجي الكورون الترناتيف والكورون كونتينو. باش نخلق الكورون الترناتيف واش لازم لي؟ الى حبينا ندو مثال بسيط اللي هو الالترناتور تاع طوموبيل، موتور تاع لوطوموبيل تاع السياره نديرو له الترناتور. الالترناتور كي يبدا يدور هاد الاسم نتاعو يعطيني ان كورون ويشن الترناتيف، سي بور سا اسمو الترناتور هكذا، يعطيني كورون الترناتيف هكذا. واش معناه؟ واش درنا هنايا؟ كيما رانا نحكو هنا حولنا تحويل، واش حولنا؟ حولنا طاقه انرجي ميكانيك رجعناها انرجي الكتريك. فوالا دوكا تفهمنا كيفاش نخلق الانرجي الكتريك. الانرجي الكتريك بصح رانا متفاهمين، انرجي الكتريك ولا كورون الترناتيف، عندك طاقه ميكانيكيه واش دير؟ تحولها الى طاقه كهربائيه، وبشرط هذه الطاقه الكهربائيه راح تخرج لك الترناتيف هكذا. لوتي تاع ترانسفورماسيون وشنو هو؟ هو لا جينيراتريس ولا هو الالترناتور كيما شفنا في دوكا في الطوموبيل ولا الطاقات. دوك يقعد لي المشكل، لوتي ساهل، ان جينيراتريس كذا ماشي مشكل، هذا لوتي هذا ساهل. وشنو هذا اللوتي هدايا يعني الالترناتور ولا الجينيراتريس ولا لازمو يدور، ويدور باش بطاقه ميكانيكيه. واشنو هي هذيك الطاقه الميكانيكيه؟ واشنو هي؟ يجيك واحد يقول لك يا خويا شوف انا بالغاز
انا واش ندير؟ نحرق الغاز، نشد الغاز نحرقو، ندور يدور لي لا توربين ونخلق الانرجي الكتريك. وشنو هنا ما كان لا طاقه رينوفلابل، لا يحزن انك تحرك في الغاز. نفس الحكايه تاع الجروب، نفس الحكايه تاع الجروب، طاقه ميكانيكيه يعني موتور، هو تاع الموتور تاع الاوتوموبيل، فيدير يدور بالغازوال ولا يدور بالليسانس ولا اللي كان. كاين ناس واحد اخرين راحوا بعيد، واش قال لك؟ قال لك يا خويا احنا نحوسوا على الانرجي ميكانيك هذه منين نجيبها. راح قال لك يا خويا نروح ندير رياكتور نيوكليير بالنووي. خويا هكذا نووي فيدير، يقول لك استعمالات سلميه، هكذا استعمال سلمي فيدير نستعمل الطاقه الانرجي نيوكليير باش نحصل على الانرجي ميكانيك باش نخلق الانرجي الكتريك. هكذا طريق واعره غاليه، غالي شي باسكو لا ماتيير بريمير غاليه، والا خلقت الانرجي الكتريك بهاد الحكايه هادية ديشي نيوكليير باش تتريتيه وباش كذا محنه، وباش وكاين محنه واحده اخرى اللي هي تخاف. شوفوا واش صرا تشيرنوبل في 86 لونيو سوفييت، في 86 صرا مشكل كبير في لونيو سوفييت، كان ديفيت تاع لي رياكتور نيوكليير هادو، مات لي ماتيريال هادوك، وكان صرا مشاكل كبار هادي اون 86. وريسامون ريسامون اون 2011 هكذا صرا ان سيزم، هكذا صرات زلزله في جابون اللي قدرت توشي ان رياكتور نيوكليير، وصراو مشاكل تاع الفيدير، دونجي كبير، نون سيلمو التكلفه الكبيره، ولكن الانستالاسيون تاع هذا الرياكتور هدايا فيه مشاكل كبار. هكذا فيدير الطاقه اللي ديغاجيها هذا الرياكتور هدايا تاع النيوكليير هذا طاقه فوق ما تقدرش تتخيلها، طاقة كبيرة، ولكن تكلفتها تاني ماشي نورمال. دونك كومون فير؟ واش نديرو دوكا؟ كيما جينا كاين المشاكل، كيما درنا كاين مشاكل، كاين في كل شيء كاين انكونفينيون. حنسيو نتغلبو على هاد لي زانكونفينيون، وقلنا كاين انتم واش حبيتو؟ قلتوا لنا حبيتو لينرجي ميكانيك. يا اخي هكذا لينرجي ميكانيك كاين واحد الطاقه واحده اخرى. قال لك يا خويا شوف، كاين نعيطوا لها لينرجي هيدروليك. استغفر الله. قال لك شوف، نتايا عندك باراج تاع الماء، سد تاع الماء، هكذا نديروا له طاقه صغيره لهنايا، طاقه صغيره يخرج اوتوماتيكمون. كي دير طاقه صغيره والماء هكذا اوتوماتيكمون الجسم تاع الماء يجوز بقوه كبيره، راح يجوز في هذيك الكان هذوك، راح يدور لي الالترناتور وخلاص. وهاك وهذه الطريقه هذه استعملوها بزاف 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 الناس هكذا في عده بلدان، طريقه هايله مقيه مليحه هذه. ولكن ماهوش كاع الناس اللي عندهم سدود هكذا، ماهوش كاع الناس عندهم سدود، ماهوش كاع الناس اللي عندهم هكذا. دوك قلت لكم كاين طريقه اخرى. شوف معايا هذا الفيديو هذا. هنا واش راه يدير هنايا؟ يخرج هاد لي فلوتور هادوما. شوف مليح، شوف الناس كيفاش يتخمم. يخرج هاد لي فلوتور هادوما، وفي الموفمون تاع لي فاك تاع الماء هادوما راح يدورو لا توربين هذيك، ونخلقوا لينرجي الكتريك. هذه فكره هكذا. كاين تاني ماشي في البحر، عندهم لهنايا اون ريفيير كيما هكذا. شوف مليح هاد الموفمون هذايا تاع خطر، هذا راه يخلقوا الماء، الموفمون اللي راه يدور هذا هو اللي راح يخلق لي الانرجي الكتريك هكذا. شوف مليح، هذه عجبتني بزاف، هذه هايله. شوف كوم سي ان طابي، ومع الموفمون تاع لافاك تاع البحر، هاد الموفمون هذا نكسبلواتيه باش نخلق الانرجي الكتريك هكذا.
وكاين افكار وافكار 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 كثيره. المفيد لازم يكون عندك انرجي ميكانيك، طاقه ميكانيكيه ترجعها طاقه كهربائيه. هادو ما نقدروا نقولوا عليهم، هادي تاع البحار وتاع كذا، هادو ما نقولوا عليهم نقولوا عليهم طاقات متجدده، هادو باسكو يتجددون. هكذا لافاك تاع البحر كل يوم كاين لافاك. اسكو هنا وخلاصت؟ اسكو مازال كاين طاقات واحد اخرين؟ كاين، نقدر نستعملوا ليلوليان. مقبله شفنا ايلوليان قديمه، اينونسيان ايلوليان، كانوا ماهوش باش يخدموا الانرجي الكتريك، مي كانوا يستعملوها باش يطحنوا الوسمو نتاعهم تاع الزراعه نتاعهم هكذا. مي بور لانستون هادوما ليلوليان جدد هادوما نستعملوهم pour produire l'énergie électrique. Est-ce que on donne des inconvénients? Veut dire que les طاقات المتجدده، الريح، البحر، زيد واش كنا نحكوا دركا، هادو ما انرجي رينوفلاب. هكذا بون نيكليير ماهوش انرجي رينوفلاب، مي الطاقات المتجدده انا هذا هو اللي يهمني، تاع البحر هذه ورانا نحكوا عليها، وتاع الماء وتاع الريح وتاع كذا. اسكو فيهم دي انكونفينيون؟ وي فيهم دي انكونفينيون. شنو هو بون اكبر المشاكل التقنيه؟ نحكي على المشاكل التكنيك، هو انك الى الريح ما راحش يضرب دائما لا ميم فيتاس. هذا فيدا لازم لك دي ريغولاتور دي فيتاس. كاين مشاكل تاع ليسباس، كاين مشاكل تاع ليسباس وين تحط هاد لي زيلوليان هادوما، باسكو راح ياكلوا لك بزاف ليسباس. كاين بزاف مشاكل في هكذا. كاين مشكل تاني تاع يقول لك 1 كيلوواتر شحال يسوى؟ 1 كيلوواتر شحال يسوى؟ فيدير اسكو لي رونطابل ولا ماشي رونطابل؟ انا ما نروحش نحط انا شحال من مليار باش ندير انستالاسيون كيما هكذا ايلوليان ولا تاع البحر هادي هكذا، ولا باك الاخر تاعها لو كيلوواتر يجيني غالي بزاف، 3 ولا 4 ولا 10 فوا لو بري تاع كيلوواتر اللي يخرج لينايا بالغاز هكذا. فيدير هنايا لازم نولوا نديروا ان كومباريزون. اكبر عائق بيناتنا هو التكلفة تاع الانرجي هادية. 1 كيلوواتر بالريح شحال يسوى؟ 1 كيلوواتر بالانرجي هادية اللي رانا نحكوا عليها شحال يسوى؟ بالنيوكليير هذاك شحال يسوى؟ ومن بعد هذيك نبداو بالجروب بكذا باش نديرو ان كومباريزون، نقدروا نعرفوا روحنا شكون هي لا ميور اكسبلوطاسيون تاع ليزينرجي رونوفلابل هادوما. هنايا كاع واش حكينا حتى لدرك الالتيرناتيف هكذا ان كورون كونتينو، سوا حبينا نخلقو سوا اونيتي فورسي باش نلقاو كورون كونتينو. كيفاش نخلقوه؟ طريقة سهلة، ماشي انرجي رونوفلابل، هي باتري تاع طوموبيل. باتري اليوم راني قاتلكم بالطوموبيل. معليش الباتري واش فيها؟ هنايا واش عندنا انرجي شيميك، طاقه كيميائيه، انرجي شيميك اللي تولي لي انرجي الكتريك. وهذايا انرجي شيميك وشنو هي؟ عندك دو بول ريش بليزي الكترون بور، وبول واحد اخر بوفر بليزي الكترون، اوتوماتيكمون من البول نيجاتيف يروح الكورو يجوز يروح للبول بوزيتيف، من نيجاتيف للبوزيتيف لو سونس تاع لو كورون، لو سونس ريال تاع لو كورون. مي هنايا ليستوار كو هاد الانرجي شيميك هادي ماهيش رينوفلابل، داير من هناك تحقها. مادا بينا حاجة أفضل هي اللي تقدر تخلق الانرجي الكتريك ولا الكورون كونتينيو، هدايا هو الطاقة الشمسية، الانرجي سولار هكذا. كي نقول لك الانرجي سولار بزاف ناس غير نقولوا الانرجي غير هكذا يخمم لك غير في هذا، يخمم لك في البانو سولار. نو ماشي غير البانو سولار، كاين دوتر مانيير باش نيكسبلواتي الانرجي سولار، كاين طرق اخرى باش نيكسبلواتي الانرجي سولار. دونك لي مانيير كيفاش نيكسبلواتي، كيفاش نستثمر هاد الطاقه الشمسيه هذه، سواء بالبانو سولار ولا بطرق اخرى، راح نحكيهم المره الجايه ان شاء الله.
ومن بعدها رايحين نقعدوا غير مع لي بانو سولار لي انستالاسيون هادوما، وكاين ميم واحد لوجيسيال هذا باش نديروا لي ديمونسيونمون تاع انستالاسيون، وماهيش كاع لي انستالاسيون كاع كيف كيف، عندنا اوف غريد وعندنا ديزانستالاسيون مشاكل، ونحكوا عليهم كاع ان شاء الله في لي فيديو الجاي ان شاء الله، معلومات جد مهمه ان شاء الله نلقاهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساش تبارطاجوا الفيديو ان شاء الله مع كاع الحباب جماعه ميسنجر ولا فيسبوك ولا كاع لي ريزو سوسيو هادوما. انا واش عندي نقول لكم، انا لحقت الاخر تاع الفيديو هدايا، تهلاو في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله الخميس اللي ما يجي ان شاء الله، ونكملوا الحكايه على لي بانو سولار. كاش دي كيسيون ولا عندكم خلوهم لي في لي كومونتير ولا بار ايميل اللي تقدروا تلقاوها في لا ديسكريبسيون. تهلاو بزاف في رواحكم، خاصه من الحكايه تاع كورونا هذه. تهلاو في رواحكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.